بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف الثامن، سوف نكمل اليوم درس الحركة. درسنا اليوم سوف يتحدث عن العلاقة بين المسافة والزمن. نود أن أطلب منكم الآن أن تفتحوا صفحة 51 من الكتاب. يوجد في الشكل 2-3 العلاقة بين المسافة والزمن. نرى أن الرسمة هي عبارة عن محور سيني مع محور صادي. المحور السيني موجود عليه الزمن وهو بوحدة الثانية، أما المحور الصادي فهو موجود عليه المسافة وهو بوحدة المتر. لنرى الآن المسافة الموجودة في وحدة الزمن. نلاحظ أنها مقسمة إلى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. إذن المسافة بين كل نقطة والتي تليها هي 1 ثانية. المسافة بين كل نقطة والتي تليها 1 ثانية. بين 1 و2 ثانية واحدة. بين 4 و5 ثانية واحدة. بين 6 و7 ثانية واحدة. إذن هي مسافات متساوية. إذن الزمن يتزايد بمقدار منتظم أو بزيادة منتظمة. نأتي الآن إلى المحور الصادي. يوجد على المحور الصادي المسافة وهي بالمتر. دعونا نرى كيف تقسمت المسافة. قسمت المسافة إلى 5، 10، 15، 20، 25. إذن المسافة بين كل نقطتين متتاليتين هي 5 متر. بين 10 و5 5 متر. بين 15 و10 5 متر. بين 20 و15 5 متر. إذن المسافة أيضا على المحور الصادي مقسمة بالتساوي. إذن تزيد بانتظام بتساوي. كل 5 متر عندنا نقطة جديدة. دعونا نرى كيف يلتقي المحور السيني مع المحور الصادي. إذن الجسم يسير، كل ثانية يسير 5 متر. نلاحظ 1 مع 5، الثانية الأخرى 2 مع 10، الثانية اللي بعدها 4 مع 20، الثانية اللي بعدها 5 مع 25. إذن الجسم لما نجمع هاي النقاط ونوصلها مع بعض نلاحظ أنها تكون بشكل خط مستقيم. إذن عندما نجمع النقاط التقاء المحور السيني مع المحور الصادي نلاحظ أنها تتجمع على شكل نقاط وهو خط مستقيم. لكن عندما ننظر عند الثانية عند الزمن 5 ثواني نلاحظ أن المسافة 25. طيب عند 6 ثواني كم صارت المسافة؟ أيضا 25. عند 7 ثواني كم المسافة؟ 25. عند 8 ثواني 25. وكذلك عندما نصل عند 10 ثواني تبقى المسافة 25 متر. إذن نلاحظ أن المسافة أو من الزمن 5 ثواني إلى 10 ثواني المسافة لم تتغير. إذن من 5 ثواني إلى 10 ثواني بقيت المسافة ثابتة ولم تتغير. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك إنه الشخص أو الجسم بقي ثابت بعد إذا مشى لحد 25 متر ثم توقف لم يمشي. لكن الزمن ماله؟ الزمن يزيد، الزمن يزيد، الزمن لا يتوقف. إذا الزمن بقي يزيد بنفس الانتظام بالزيادة، لكن المسافة عند 5 ثواني توقفت عند 25 متر. دعونا نجيب على الأسئلة التي تتبع الشكل. أولا، ما المسافة التي قطعتها باسم بعد 3 ثواني من بداية حركته؟ إذا نأتي عند الثانية الثالثة ونرتفع حتى نصل المنحنى، ثم نمد خط مع المحور الصادي نلاحظ أنها 15 متر. مرة أخرى، كيف رح نوجد المسافة بعد 3 ثواني؟ نأتي على المحور السيني وعند 3 ثواني نرفع خط لحد ما نصل عند المنحنى الزهري، ثم نكمل باتجاه المحور الصادي نلاحظ أنه عند 15 ثانية 15 متر. إذا المسافة التي قطعها باسم بعد 3 ثواني تساوي 15 متر. نأتي الآن، متى كان باسم على بعد 20 متر من نقطة البداية؟
الآن نضع نقطتنا على المحور الصادي عند العشرين متر، نؤشر عند العشرين متر، ثم نكمل خطنا على المنحنى الزهري، نلاحظ ثم نمد الخط مع الزمن مع المحور السين الزمن، لاحظ أنه 4 ثواني. إذن متى كان باسم على بعد 20 متر عن نقطة البداية؟ بعد 4 ثواني. نأتي الآن للسؤال اللي بعده، متى توقف باسم عن الحركة؟ توقف باسم عن الحركة عند 5 ثواني. متى تعني زمن؟ متى توقف يعني زمن توقف باسم عن الحركة كان عند 5 ثواني. طب ليش توقف عند الحركة؟ كيف عرفنا أنه توقف عن الحركة؟ نلاحظ أنه عند 5 ثواني كانت المسافة 25، طب عند 6 ثواني بقيت 25، عند 7 ثواني نفس الشيء 25، عند 8 ثواني 25، عند 9 25، وعند 10 ثواني 25. إذن المسافة بقيت ثابتة. شو يعني مسافة ثابتة؟ إذن الجسم أو باسم لم يتحرك، لم يتحرك. كم ثانية توقف باسم لانتظار صديقه وكيف عرفت؟ إذن عندنا الرسمة لعند 10 ثواني، لعند 10 ثواني. إذن مشى باسم من نقطة الصفر إلى 5 ثواني، ثم بعد ذلك توقف وهو ينتظر صديقه. عند 10 ثواني جاء صديقه. طب شو هو؟ كم ثانية توقف باسم؟ ننظر إلى النقطة التي توقف عندها المسافة عن الزيادة. المسافة بطلت تزيد، معناته أنه توقف عند أي ثانية؟ عند الثانية الخامسة. عند الثانية الخامسة توقف عن السير. طب كم الزمن الذي انتظر فيه باسم صديقه؟ نلاحظ أن الزمن انتهى عند 10 ثواني وهو توقف عند 5 ثواني، فنقول 10 ناقص 5 ويساوي 5 ثواني. إذن توقف باسم لانتظار صديقه 5 ثواني. نأتي الآن إلى أنواع الحركة وفقا للمسافة والزمن. تصنف الحركة وفقا للعلاقة بين المسافة والزمن إلى حركة منتظمة وحركة غير منتظمة. إذا حكينا الحركة هي عبارة عن علاقة المسافة مع الزمن، متى نوصفها منتظمة ومتى نوصفها أنها حركة غير منتظمة. حركة منتظمة هي حركة الجسم الذي يقطع مسافات في أزمنة متساوية. ننظر المنحى الأول، نلاحظ أن زيادة الزمن تكون مرافقة مع زيادة الوقت بنفس القيمة، إذن زيادة منتظمة، وينتج عن هذه الزيادة خط مستقيم، خط مستقيم أو منحنى مستقيم. مثال عليها حركة الضوء في الفراغ، هي عبارة عن حركة منتظمة. أما الحركة غير المنتظمة هي الحركة التي يقطع فيها الجسم مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. إحنا نعرف إنه الزمن بيزيد بشكل منتظم ومتساوي، ثانية بثانية أو دقيقة بدقيقة أو ساعة بساعة، لكن المسافة ممكن تتغير. في الثانية الأولى يمشي 5 متر، في الثانية الثانية 10 متر، في الثانية الثالثة 3 متر. إذن المسافة تتغير لكن الزمان يبقى زيادته ثابتة. مثال عليها حركة السيارة على طريق مزدحم، ممكن في زمن معين يكون سرعته عالية فيتحرك مسافة أكبر في هذا الزمن، وعند لما يكون مزدحم تصبح سرعة السيارة أبطأ فيتحرك مسافة أقل. إذن الزيادة في المسافة تكون غير منتظمة، عندها نطلق على الحركة أنها حركة غير منتظمة. الفرق بين الحركة المنتظمة والحركة غير المنتظمة أن الحركة غير المنتظمة يحدث فيها تغير في المسافة المقطوعة مع انتظام الوقت، مثل ما ذكرنا سابقا. نرى أنا الآن هان من رسمة طلع النقاط. في المنتظمة تكون نقاط جميعها بينها نفس المسافة، أما بغير المنتظمة نلاحظ أنها تقترب أحيانا وتبتعد أحيانا أخرى. وننظر إلى شكل المنحنى أيضا في الحركة المنتظمة يكون خط مستقيم، أما في الحركة غير المنتظمة يكون بشكل منحني. وهكذا ينتهي درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في درس آخر.